يا لينا حبيبتي، ما عم رد لأنه الواحد بدق مرة مرتين، مو 100 مرة ورا بعض. ليش بدي انشغل بالك؟ قلت لك ما رح أتأخر عليه، ابني كمان يعني وصل تعبان ونام، بس يفيق بخليه حاكيكي. ما في شي، ما في شي حبيبتي، ما في شي، لا ينشغل بالك. طيب طيب سلمي على أهلك، مع السلامة. كريم مرة أنا حق علي يعني كان لازم أقدر إنه ينشغل بالكم عليه، بس جيت بابا لقيته تحت عم يبكي، احترت شو بدي أعمل، قلت لحالي باخده بشتري له شيء سكته عبين ما تكون رجعت أنت أو لينا. بابا حبيبي أنا أكيد ما عندي مشكلة إنك تاخده وتشتري له، بس يعني كان المفروض إنك تشتري له وترجعه بسرعة على البيت. ورحمة أمك هيك كنت أعمل أنا لك يا ابني، بس المشكلة ما لقيت دكان قريبة، فالظاهر بعدت وفتت بحارة غلط ضعت ما عرفت أرجع. الحمد لله على سلامتك بابا. الله يسلمك يا ابني. الله يرضى عليك ويوفقك. خلي لي اياك يا رب. لك يا ابي يا حبيبي، ليش ما قلت لي انك جاي؟ بابا كان فكري اعمل لك اياها مفاجأة، الله لا يوفقني على هالمفاجأة. سلامتك بابا. صح 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 صح. هيدا هو سيدنا. جرت دعلك انك هجمت عليه ضربته جوات بيته. مزبوط، انا بعتذر منك. اذا بدك تجيب هويتك وشرف معنا. صدقني بس هو اللي صار كله سوء. اذا عندك شيء تقوله قوله بالمغفر. خذوا شباب. كريم اتصل باخوك سامي حطه بالصوره يا ابني. ما في داعي بابا، ما في داعي. ليش ما في داعي؟ اخوك محامي وزعيم سياسي مهم ولو كرمته بالبلد. بابا ما تتصل بحدا. محلولة شي ساعة وبرجع إن شاء الله. ليش لك يا ابني؟ ليش لحتى ما تتصل بحدا؟ بابا فوت انت فوت. ربنا والمفاجأة، الله لا يوفقني. رح يروح كريم من تحت راسي.